ولسه احنا في النادي الاهلي وفي اخبارنا مع النادي الاهلي، وهذه المره من خلال عقود الرعايه داخل النادي الاهلي. الاهلي يواصل انطلاقاته مع الرعاء الجدد. على مدار الايام اللي فاتت بدا الاهلي الاعلان عن الرعاء الجدد. طبعا حاجه في منتهى الفخر والعظمه، الحفلات اللي بتتعمل من الرعاء لتوقيع عقود الرعايه مع النادي الاهلي عفوا، حاجه كده يعني تليق بالنادي الاهلي وتليق باسم النادي الاهلي. الشراكه مع النادي الاهلي في حد ذاتها شيء مهم للشركات دي. النادي الاهلي هو الجاذب الاول في الوطن العربي وافريقيا للرعاه. الحقيقه ان النادي الاهلي هو صاحب القاعده الجماهيريه الاكبر في افريقيا والوطن العربي. البدايه كانت مع شركه اتصالات مصر اللي اصبحت الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الاهلي، وكمان امبارح شفنا الاعلان عن رعايه بنك ابو ظبي الاول مصر للنادي الاهلي في مؤتمر رائع تم نقله على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنشوف مع حضراتكم لقطات منه دلوقتي. مبروك لشركه اتصالات مصر، ومبروك مبروك لبنك ابو ظبي الاول مصر. طبعا الحقيقه اننا يعني او احنا طبعا كمشجعين اهلاويه عارفين قيمه النادي الاهلي والاضافه اللي بيضيفها النادي الاهلي للرعاه، عارفين كمان المسؤوليه اللي بتكون موجوده للراعي ده تحت القاعده الجماهيريه الكبيره لجمهور النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان شركة اتصالات مصر تحديدا الراعي الرئيسي والراعي التكنولوجي للنادي الاهلي كانت موجوده قبل كده في رعايه النادي الاهلي وكان ليها دور كبير، وكان الشعار بتاعها بنحب النادي الاهلي. والشركه دي حافظت على انها ما ترعاش فريق كوره غير النادي الاهلي. طبعا ده محسوب ومعروف، وعندهم فريق تسويق على اعلى مستوى دارس كويس قوي اللي بيحصل، دارس كويس قوي قيمه النادي الاهلي في السوق العربي والافريقي، عارف ان النادي الاهلي هو واحد من الانديه العالميه اللي بتعرف في شراكتها مع الرعاة بتوعها تضيف للراعي ازاي. ده شيء بروفيشنال جدا، شيء متخصص جدا من الرعاة الشركة بتوع النادي الاهلي يعني. وزي ما حضراتكم عارفين ان كمان النادي الاهلي اضافته ما بتبقاش في الرياضة بس، لا، الشريك اللي مع النادي الاهلي هو بيستفيد لاستراتيجية طويلة جدا. 4 سنين من الرعاية للنادي الاهلي في السوق المصرية والعربية والافريقية هي شراكة طويلة، شراكة فيها استراتيجية طويلة المدى، شراكة بتضيف للشركة اللي بتبقى مستفيدة من القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي. فده خبر مهم، خبر يوريك الفرق بين النادي الأهلي وغيره. النادي الأهلي جاذب للرعاة، جاذب للاستثمار الرياضي سواء الرياضة بشكل عام أو كمان باسم براند نيم النادي الأهلي أو القيمة السوقية للنادي الأهلي هي من أعلى القيم السوقية في العالم. القيمة بتاعت النادي الأهلي مش بس في الرياضة، لا 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 لا، النادي الأهلي أعلى من كده بكتير. النادي الأهلي تقدر تقول ان انت بتكسب قاعدة جماهيرية عالمية، شهرة عالمية للراعي اللي بيستفيد من وجوده في شراكة النادي الاهلي. طبعا مبروك لشركة اتصالات مصر، ومبروك كمان لبنك ابو ظبي الاول مصر، شركتين استفادوا من النادي الاهلي بوجودهم راعي للنادي الاهلي، سواء الراعي الرئيسي شركة اتصالات مصر او بنك ابو ظبي الاول مصر.